راحت مننا. رايحة ليه؟ أقول لكم حاجة، اقفل البيرنت هتلاقيها اتظبطت. تمام، يبقى كده بالمنظر ده احنا كده الدنيا عندنا تمام. ممكن لو قفلت السيمتري، لا هو البيرنت ده يتقفل هنلاقيها زي ما هي على فكرة نورمال تمام. بس كل الفكرة بس هقوم ساحبها لجوه شوية كده. انا خدت البانل دي، ممكن انت حابب انك انت تزقها لبره شويه. طبعا لو خدنا بالنا الموديل ده الاكسس بتاعته غلط اصلا، هنروح لمش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2. خلي بالك انا على الموديل مود للمره الالف، انا على الموديل مود. هنقلب اللوكال موديلنج اكسس، مفيش موديلنج اكسس، اوبجكت اكسس، كل حاجه مقفوله. هروح للموف تول، ده بقى مفهوش. كنترول ايه وحرك الفيزيك دي كلها. عايز تزود زود، يعني انا عايز مثلا تروح للمجموعة دي كده وتاخدها لبره شوية، مفيش مانع، بحيث تخلي البروز ده عامل كده. وانا افضل حركة زي دي تمام. ممكن نعمل حاجة ظريفة جدا، ان احنا نروح لبوينت زي دي، بوينت زي دي، بوينت زي دي، ورايت كليك ونعمل بيفل. خلي بالنا من نقطة ان السكريبت ما بينفعش مع عدة مع مجموعة بوينتس مرة واحدة، بس عشان نبقى عارفين يعني. كليك نقفل الدنيا، رايت كليك، لاين كات، سنجل كات، كات هنا، كات هنا، وقط هنا، قط هنا، وقط هنا. هبطل اقول بقى قط هنا، بعد ما اعمل قط هنا وقط هنا كده. هبطل اقول قط هنا وما عدتش هقول قط هنا تمام. ما بقولش قط هنا، هروح كده و هاخد مجموعة الفيسز دي تمام. رايت كليك، اكسترود انر، دول خلي بالك ان دول مش هيتزقوا جوه قوي، لا ممكن عادي يتزقوا جوه صحيح. ما ينفعش واحد يجي يعمل ايه، ما ينفعش يجي يمسك السكيل وتقول انا هعمل سكيل كده. بص اهو، في ناس غلطت الغلطه دي في الموديل اللي فات تمام. لا عايز تعمل سكيل هيبقى كل واحد على حده. اقول لك تظبطها ازاي، هتسلكت ده الاول ونروح هنا تمام. قبل ما نروح هنا كنترول زد، هرجع السلكشن تاني. انا عايز اعمل سكيل بعد ما ازق دول لجوه تمام، وهزقهم بكنترول. ممكن عايز تاخد الكيرف كده مره واحده خده يعني تمام، خلينا ناخده كده مره واحده. وبعدين عايزين نعمل سكيل بسيطه، هنروح تاخد كل واحد من دول سكيل تمام، و هنضغط ونمسك شيفت ونسكيل كده 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 90 كده 8 تمام. نفس القصة هنا، اضغط بالماوس وبعدين شيفت 90 80. نفس القصة هنا، اضغط بالماوس 90 80. يبقى انت كده ريحت دماغك تمام من الغلطة اللي اتعملت وحصل بسبب مشاكل كتير في الموديل اللي فات. بعد كده رايت كليك هو مايل له اكسترود انر،
آسف لأن صوتي بدأ يضعف، لأن تقريبا احنا الساعة 3 الفجر، فالواحد خلاص هاخد دي كده أزق لجوه كمان، لأن أنا عايز حاجة تكون مش باينة، مش هتبان أصلا. وناخد ده كده، ناخد ده كده كمان شوية، وبعدين كنترول ونسحب ده كده، بعد كده ديليت. بما اننا عملنا ديليت كنترول، يا سيدي كنترول اي رايت كليك اوبتمايز، لو جينا نبص هنلاقي حاجة بالشكل ده. طبعا عايزين نعمل لها شاربن عشان نضيف بقية الديتيلز. هنقفل السب ديفيجن سيرفس ورايت كليك ونشتغل على البيفل. قبل ما نشتغل على البيفل تعالوا ناخد الاول، انا مش عايز اعمل بيفل بره، وهشيل باوندري لوبس عشان انا عايز دول، دي ودي ودي. شفت طبعا، شفت رايت كليك بيفل. البيفل اعداداته مش هتنفعنا على فكرة، فانا عايز اخلي ده زيرو و عايز اخلي دي صفر برضو، واشتغلها بايدي. سناب مقفولة تمام، خلي بالك ان سناب لو مفتوحة هتعمل وش. انا عايز اعمل بيفل بسيط اوي كده. البيفل ده شايفين اداني الشاربنس اللي قدامي، طبعا الناحية التانية زي ما احنا شايفين. نكمل بقية الديتيلز بتاعتنا. بالمناسبة احنا كده شغالين فعلا فري ستايل تمام. تعالوا مثلا لا نخلص البتاع دي الاول ونشتغل بعد كده في جسم البتاع. تعالوا نعمل حاجة بنت حلال. رايت كليك وناخد لوب كات سيمتريكال، وهقوم عامل واحد هنا كده، شيل السيمتريكال وتعالى في النص قوم قايل له 50%. تمام، هنا بقى هنلعب لعبة ظريفة قوي. شيل ده و حر عايز تعملها يدوي اعملها يدوي، بس انا مش هعملها يدوي. هنيجي هنا وهاخد دول وصوبه من الناحية التانية، هاخد دول بصوا كده. لو رحنا للسكريبت يوزر سكريبتس، حد خد باله؟ ما اشتغلش. هو ده اللي انا بتكلم عليه، سكريبت ما بيشتغلش مع مجموعة سيلكشنز زي دي. لكن لو انا عامل دول كده سكريبتس يوزر سكريبتس وانس، خلاص هيشتغل. البتاع الاسود ده عبارة عن سبلاين على فكرة، هو السكريبت بيعمله جنريت علشان يشتغل بيه يعني. تمام، عملنا ده، هاخد الناحية التانية نفس الليلة، دول 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 دول. الجريد ده لو مضايقك روح لفلتر قوم قايل له جريد، هيشيل الجريد. بعد كده سكريبتس يوزر سكريبتس ده هو
هنا كليك دي وشيفت مع دي رايت كليك وهاكسترود هنا رايت كليك اكسترود اكسترود لبره المره دي اكسترود انر اكسترود لجوه ديليت. بعد كده نروح لدول وافتكر ممكن ناخد دي كمان. بعد كده دول رايت كليك بيفل. خلي بالكوا احنا ما عملناش اوبتمايز تمام. في تنجن هنا افتكر الله اعلم لو احنا عملنا كنترول اي رايت كليك اوبتمايز الدنيا تظبط. مش عارف انا متهيألي ولا طب نشوف. انا متهيألي تمام. نروح هنا وعايزين نعمل حاجة برضو ظريفة قوي عشان نتأكد ان كل التنجز عندنا مظبوطة. كنترول اي على كل الايدجز. خلي بالك انا على الايدج مود رايت كليك واقول له حاجة اسمها انبريك فونك شيدنج. انبريك فونك شيدنج هي بتظبط الزوايا بين الايدجز وبعضها والفيسز وبعضها. افتكر التنجن ده جاي جاي منين؟ عايز اعرف جاي منين. انا مش عارف هنا كام نقطة. ما فيها نقطة واحدة تهيألي. اهي هي البوينت دي. اوبس تمام. هي البوينت دي هي بس اللي عايزة سنة. هنلاقي التنجنز ظبطت لان لو طلعنا التوب فيو وجينا نبص كده هنلاقي فعلا البوينت دي هي اللي عامله المشكله كده. بس شويه وخدنا نظبط بس التوبولوجي بتاع الموديل تمام. يعني راح سنة بس هي لسه عايزة شوية ظبط. عموما مش مشكلة احنا بنعمل براكتس. تمام. ومش مش 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 باينة او مش موقفانا الدنيا اوي يعني. نخف بس ده شوية لأن هيبدأ يتقل تمام. ونكمل في ده ناخد دول يعني ناخد معاهم كمان دول ومش هعمل حاجة كبيرة. أنا بس هاخد دول كده شوية نقفل بس كده وهاخد شوية الفيسز دي وبس. هنزل
بس مش هعمل حاجة تاني بحيث يديني بس الحتة اللي احنا شايفينها فوق. طبعا انت عايز تعمل لها شاربن، اعمل لها شاربن، بس بصراحة حاسس ان لو تعمل لها شاربن هتفقد شكلها. عموما نجرب لو انا عملت دي بس كده، يعني قد شكلها احلى بصراحة. تمام، نيجي هنا على اللي قدام، على دول ناخد برضو من هنا معانا دول كده. رايت كليك اكسترود، ممكن والله اكسترود على طول من غير هنا. ممكن كده، ولو قفلنا ده ممكن نعمل شيب شكله كويس. ناخد الاثنين فيرتيز دول مع الاثنين دول. اوبس، خلي بالنا كده. نورمال مش هتنفع، تمام مش هتنفع نورمال، لان كل واحد فيهم كده على شكل. يبقى هناخد دول مش نافعة، خلينا على اكسس هناخدهم على ورا كده. ما تقفلش الشيب، هناخد باخد تانية شكلها ظريف، وناخد دي برضه كده. تمام، لو جينا عملنا كده واخد التانية. حابب انك تكمل على كده ماشي، بس انا عايز اعمل لوب كات هنا كده بحيث يعني برضو يبقى الشيب جامد شوية، ما يبقاش يعني مبقاش طري قوي كده. بالظبط كده، يعني يبقى فيه شاربنس. تمام بالشكل ده، تمام الدنيا حلوة قوي. افتكر كمان لو احنا روحنا على قفلنا ده، روحنا خدنا دول مع دول، مثلا يعني روحنا عملنا اكسترود هنا، انر كمان شويتين. مش عارف اذا اعمل حاجة مجنونة كده، لو انا ثانك يو بس يعني مش عايز اقول لكم، انا والله والله فعلا انا مفيش في دماغي حاجه، يعني انا بحاول ان انا الم اكبر قدر ممكن من التكنيكس في حاجه زي اللي انا عمال اعملها دي. هروح لبيفل وهنبيفل دي كده كالعاده هدي سب ديفيجن واحده كده كده، ده معمول زيرو. هنروح بعد كده رايت كليك، واحد يقول لي ان جونز ما ظهرتش ليه، اقول لك انا خفيها اصلا. اروح لفلتر واقوم قايل له ان جونز، هنلاقي ان جونز ظهرت وزي الفل. بس بما اني في اماكن انا مش عايز فيها لان جونز تشتغل، واكيد في وسط الهاري ده فيه كتير، فانا عايز اوصل باللاين كات اضمن لي واحسن لي. هروح لان جونز اشيلها، وهروح للسنجل كات و ما طقطش اهو،
ولا قعدت اقول هنا قط وهنا قط ولا الكلام ده كله. ساكت اهو كده كده. اوبس صح كده صح كده. تاني لو خدنا الفيسز دي ونفس القصة الفيسز دي وعملنا يو بي عشان اخد اسبلترز اللي هما دول او عدلت اللي تحت، لان انا عايز من دول، انا بس عايز الت ضغط كليك اشيل دول واشتغل على دول اكسترود انر بعدين اكسترود لجوه اكسترود صغير لجوه بعد كده اكسترود كبير بالشكل ده كده بعد كده اكسترود انر بعد كده رايت كليك ليفل هليفل قدام شوية بعد كده رايت كليك اكسترود انر تاني ورايت كليك بعد كده اكسترود لجوه ديليت. تمام لو جينا عملنا كده هنلاقي ايه الدنيا. عايز تعمل شاربن اعمل شاربن، انا مش هعملها اتكررت كذا مرة. لكن دول بقى دول انتوا عارفين خدتهم ليه؟ علشان اعمل منهم ديتيلز تانية كنترول ايه واعمل ديتيلز براحتي. لو عملت كده كده عملت اكسترود تمام ورايت كليك واكسترود انر عشان اوريكم بس هي هتعمل ايه. هي هتعمل كده بحيث ناخد شاربنس بالمنظر ده ورايت كليك وناخد لوب كات وناخد لوب كات بلاش لوب كات هنا اللوب كات هتبقى هنا تمام. ولو عملنا كده هتروح فين بس رايح فين كده. خد حتة لوبة وتعالى هنا هات دي مع دي رايت كليك وبيفل بيفل 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 تمام بس كده. لو عملت كده بقى هنلاقيها بالشكل ده كده. نيجي تحت كده انا تقريبا انا كده مش هلعب في البتاع ده تاني اتهرى تفاصيل انت عيش حياتك انت براحتك. نيجي هنا في الاخ الكبير ده لوب سيلكشن سيلكت اللوب ده هات سكيل على زيرو لوب كات ناخد كات هنا ناخد كات هنا شيل ده تعالوا نسلكت دول رايت كليك اكسترود انر حلو. ممكن ادلل دول واقعد اوصل بس بطريقة احسن. هات دول كده وروح للسناب واعمل السناب شيل بقى دي وشيل الايدج خلي السناب على الفيرتكس تمام. انا عايز ازق على زد شيل اكس وواي على الموف تول. بص بقى كده روح اقف عند اي نقطه هنا كده هنا طبعا دي تحت الاكسس فهنا هنا بس طبعا مش هنا خلاص.
وقف عند اي نقطة طبعا، اضغط وحرك بقى براحتك، كده كده احنا شغالين على زد يا عم. تمام كده، حرك 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 حرك، هوب لغاية ما تلاقيها لبست منك هنا كده. بس في حاجة ماشي، شيل سناب، شيل فيس دي، لا كده احنا كده ناسيين حاجة. او كده كان في حاجة متاخدة معانا واحنا مش واخدين بالنا، مش عارف، بس يعني طيب كنترول زد كده سنة، شيل ده وشيل ده، افتكر كده كده احنا صح، كده 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 شغل سناب ماشي تمام. بعد كده هنروح للموف تول، نروح لأي فيرتكس نمسك فيه وهوب نزقها لورا كده، المفروض كده يبقى احنا عندنا معندناش حاجة هتتشال. المثلث ده فعلا مش عارف فين ايه، في نقط مش مظبوطة، ناخد دي بقى مع دي كده ودي مع دي، ودي مع دي. هما شوية بقى لوب كاتس، ودينا ناخد رايت كليك لوب كات، وناخد لوب هنا ولوب كات، وناخد لوب هنا، وافتكر هناخد كمان واحد هنا، بس نشيل بس ده، ناخد لوب هنا كمان، وناخد لوب هنا كمان. عملنا كده هنلاقيها بقت شارب ايدج بالشكل ده. فاضل حاجة، لو رحنا للفيس مود ورحنا للوب سيلكشن، او بلاش لوب، انا عايز الاول اخد الفيرسز دي